مساء الخير، اهلا بحضراتكم معانا لقائنا المتجدد مع من القاهره، وبالتاكيد مرآه ونافذه بتعكس احداث مهمه جدا بنتشارك مع حضراتكم من خلالها، سواء من خلال مداخلات هاتفيه او حواراتنا او جولتنا الاخباريه المعتاده اللي بنستهل بها لقائنا معاكم النهارده في من القاهره، موضوعات في مختلف المجالات وعلى الاصعده كافه محليه وعربيه وعالميه. بالتاكيد اهم حاجه بكرة إن شاء الله نوجه لحضراتكم التهنئة بمناسبة الشهر الفضيل، بدء شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير واليمن والبركات. مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام أعلن بالفعل أن غدا الاثنين الموافق 6 مايو 2019 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأن اليوم الأحد هو آخر أيام شهر شعبان للعام الهجري الحالي 1440. جاء ذلك في البيان الشرعي اللي ألقاه فضيلة المفتي مساء اليوم بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان لهذا العام من خلال اللجان العلمية والشرعية. بالتأكيد الحدث الأبرز في متابعتنا أيضا هيكون مع افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات تموية في الإسماعيلية وسط سيناء، وبالتأكيد هي رسالة لافتة جدا بالنسبة لنا في مثل هذا التوقيت المضي قدما في الحرب على جبهتين، الجبهة الأمنية والجبهة التموية، بالإضافة بالتأكيد للمواجهة الفكرية أيضا مع الإرهاب. هذه الجولة تفقدية والافتتاحية تضمنت أنفاق تحيا مصر بشمال الإسماعيلية أسفل قناة السويس، وتأكيد دوما على أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تسير في الاتجاه الصحيح، محققة إعجازا وإنجازات غير مسبوقين. طريق تحيا مصر بطول 4.5 كيلومتر، وكبري تقاطع طريق تحيا مصر مع طريق الإسماعيلية بورسعيد وطريق الجيش غرب بحيرة التمساح بطول 2.5 كيلومتر تقريبا، وأيضا أربعة كباري دوران للخلف بمدينة الإسماعيلية وكباري مزلقان أعلى السكك الحديدية وسوق تجارية ومحل ببحيرة التمساح وسوق السمك الجديد بطريق البلاجات بالإسماعيلية. بالتأكيد كل ده بيكرس لأفاق صناعية واقتصادية واستثمارية وفرص عمل جديدة أيضا، بالإضافة إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة ومحطة ترشيح المياه بطاقة تبلغ 70,000 متر مكعب في اليوم بمدينة الإسماعيلية الجديدة ونادي الإسماعيلية الجديد بأرض النخيل، وكذلك المرحلة الأولى من تطوير طريق الإسماعيلية العوجة وعدد 2 كوبري عائمين على قناة السويس ونادي الواحة 6 أغسطس للعاملين بهيئة قناة السويس. كل هذه المشروعات تأتي في إطار خطط الدولة المصرية للتنمية ودعم المقاومات الحضرية وإقامة شرايين مرورية جديدة تعزز فرص الاستثمار والتنمية وتخفف العبء من على كاهل المواطنين. أكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن رئيس السيسي نجح في تحقيق طفرات وخطوات اقتصادية واجتماعية إيجابية جدا ولافتة للانتباه. بالتأكيد يعني هذه نظرة إيجابية ومؤشر إيجابي أن مصر بتسير في الاتجاه الصحيح، وبينعكس إيجابا على التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في مصر وبالتبعية ما تسهم به في تحقيق نمو سريع وتحسينات واضحة في بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى برامج حمائية اجتماعية. أشار رئيس البنك الدولي في رده على مشروع الطاقة الشمسية بنبند أسوان إلى أن المشروع هو نموذج مهم جدا لأصحاب الدخل المنخفض، حيث يوفر لهم الطاقة بأسعار تنافسية ويجعل لهم دخل ناتج عن الحصول على وظائف في هذا المشروع. إشادة بالتأكيد من قبل رئيس مجموعة البنك الدولي ببرنامج تكافل وكرامة وبقدرته على الاستثمار في البشر كما ينبغي أن يكون، ودي دايما رئيس بيأكد أنها كلمة السر في إنجاح الخطة المصرية الواثقة واللي بتسير بشكل متسارع في الفترة الأخيرة.
برنامج تكافل وكرامة وفقا لديفيد مالباس يتفق إلى حد كبير مع مشروع البنك الدولي رأس المال البشري اللي أطلق في الآونة الأخيرة، وبينبني على الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في البشر هو من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد والوظائف الملائمة، وأيضا دعم المهارات والكفاءات اللي بالتأكيد عامل رئيسي في القضاء على الفقر المدقع وإيجاد مجتمعات أكثر إنصافا واحتواء لأبنائها. نتوقف مع لقاء رئيس الوزراء وزير الإسكان لمتابعة موقف وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة عدد من الملفات المهمة اللي بتعمل بها وعليها الوزارة. وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة سرعة طرح الوحدات اللي تم الاتفاق عليها للموظفين اللي حيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة واللي بتنفذها الوزارة بمدينة بدر. وأوضح وزير الإسكان أنه يتم حاليا الانتهاء من تسعير حوالي 10,000 وحدة حيتم طرحها للحجز للموظفين اللي حيتم نقلهم، وحيتم الإعلان أيضا عن التسعير وطرق السداد في القريب. وأشار في هذا الشأن إلى أن هناك تيسيرات منحتها الوزارة للمستفيدين بالوحدات، موضحا أنه تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء تم عقد اجتماع مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار ومحافظ القاهرة خالد عبد العال ومحافظ الجيزة أحمد راشد لمتابعة خطط مشروعات تطوير منطقتي المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة بالفسطاط. وشدد الدكتور عاصم الجزار على أن هذه المشروعات تمثل نقلة حضارية بمنطقة القاهرة التاريخية، وحتكون من عوامل جذب السياح والمواطنين لمشاهدة الآثار التاريخية العريقة بهذه المنطقة. وزير المالية أمام النواب 31 مليار جنيه زيادة في الأجور خلال موازنة 2019-2020. جاء ذلك في سياق عرض دكتور محمد معيط وزير المالية لملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى وبحضور الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط. وزير المالية ذكر أن هناك زيادة كبيرة في باب الأجور، حيث ارتفعت من 270 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 301 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتمويل الزيادة اللي تمت بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تحريك الحد الأدنى للأجور ورفع الدرجات بزيادة 12 مليار جنيه وإضافة زيادات العلاوات، وهي خطوة تشكل إصلاح هيكلي للأجور، وبالتأكيد حينبني عليها خطوات أخرى مرتقبة بإذن الله. وفقا للبنك المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي ل 44.21 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي. البنك المركزي أعلن اليوم عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر إبريل بنحو 106 مليون دولار ليصل إلى حوالي 44.2 مليار دولار مقابل 44.1 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي. معنا المزيد من المتابعة حول وضعية الاحتياط النقدي وما الذي تعنيه. نتوقف مع هذه الدلالات مع الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. مساء الخير يا دكتور كريم، أهلا بحضرتك. مساء النور وأهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني مغزى الأرقام لما نتكلم أن الاحتياطي النقدي ارتفع ل 44.2 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي مقارنة بما كان عليه في السابق، حضرتك تقول إيه فندم؟ طبعا يعني احنا لما بنتكلم عن الاحتياطي النقدي فهو مؤشر من المؤشرات الهامة جدا على مستوى الاقتصاد الكلي. الاحتياطي النقدي هو الرصيد اللي الدولة بتشتري بيه التزاماتها الأساسية من السلع والخدمات. الاحتياطي النقدي هو الرصيد اللي الدولة بتستخدمه في يعني تأمين فوائد القروض الخارجية وخدمة الدين القروض الخارجية. الاحتياطي النقدي هو يعني باختصار وبساطة هو الرصيد الآمن اللي الدولة بتستخدمه علشان تلبي كل احتياجاتها من العملة الأجنبية. طبعا يعني احتياطي النقدي ارتفع وصل لأكثر من 44 مليار دولار، ده كمان بعد ما تم دفع الالتزامات اللي على مصر من
قروض ومن خدمات ومن اقساط خدمات الدين في الفتره اللي هي من بدايه 2019. وصولوا لهذا المقدار هو اكبر حجم لهذا الاحتياطي النقدي في تاريخ مصر. الاحتياطي النقدي في حاله ارتفاع مستمر، وهو بيغطي تقريبا 8 شهور من واردات مصر من السلع والمنتجات الاساسيه. المعدل العالمي للاحتياط النقدي اللي المفروض يغطي 3 شهور، لكن اذا احنا عندنا الاحتياط النقدي يغطي الاحتياطات الاساسيه لمصر 8 شهور، يعني مرتين، اكثر من مرتين المعدل العالمي. طبعا ده مصحوب او مدعوم باستقرار التدفقات النقديه اللي بتيجي مصر، سواء من السياحه او من زياده حجم الصادرات الغير بتروليه، وايضا من التدفقات من تحويلات المصريين في الخارج. طبعا كما هو معروف ان السنه اللي فاتت شهدت اعلى معدل لتحويلات المصريين للخارج، يمكن اقتربت من 28 او 29 مليار دولار، وده يعتبر خامس اكبر تحويلات للوافدين في الخارج لدوله بعد الصين وبعد الهند وبعد المكسيك. يعني اذا فمصر يعني في حاله استقرار للتدفقات النقديه من العمله الاجنبيه، ايضا فاهم استقرار سعر الصرف في عمليه استقرار للاوضاع الاقتصاديه والتدفقات النقديه. نحن ننتظر طبعا ان كل ما هيمر فتره او كل ما يمر يوم على الاحتياطي النقدي في اطار حاله الاستقرار النقدي اللي بتحصل في مصر، يعني اذا توقع ان الاحتياطي النقدي سوف يستمر ايضا في الارتفاع، وده مؤشر ايجابي للمستثمرين. اي مستثمر عايز يخش دوله فهو لازم يتاكد ان عندها ارصده نقديه تغطي في حاله خروج او تحويل ارباح، وكل ده مؤشرات طيب ايجابيه. طيب دكتور كريم، بما ان حضرتك استاذ في الاقتصاد السياسي، ده خلينا نتكلم ايضا عن السياسه الاقتصاديه والنقديه، وايه المرحله اللي بتمر بيها مصر حاليا؟ توصيف حضرتك لهذه المرحله على ضوء الاصلاحات الاقتصاديه الماضيه قدما في مصر. طبعا احنا لما نيجي نتكلم على المرحله اللي بتمر بيها مصر، فانا يعني مش هتكلم على لساني واقول، ولكن انا هقول على بيوت الخبره العالميه، الصندوق، البنك اللي كان رئيس مجموعه البنك موجود في مصر، تقارير وتصنيفات وكالات الائتمان الدوليه زي فيتش وموديز وستاندر اند بورز، دي كلها بيوت خبره عالميه وبيوت خبره دوليه بيتاخد بيها وبنصايحها. كمان مش احنا بس اللي بناخد بيه ونقول ان الاقتصاد المصري حقق تطور، ولكن ايضا المستثمرين وصناديق الاستثمار العالميه لما تكون عايزه تيجي تستثمر في مصر او تستثمر في قناه السويس، كل بيوت الخبره اشادت بان معدل نمو الاقتصاد المصري اللي هو وصل 5.5% هو اعلى معدل نمو في المنطقه، بل انه اعلى من توقعات معدل النمو العالمي، لان في تقرير افاق الاقتصاد العالمي قال ان معدل النمو العالمي او المتوقع العالمي في 2019 هو 3.6%، وان معدل النمو المتوقع للاتحاد الاوروبي 2%، وان معدل النمو المتوقع للاسواق الناشئه والدول الناميه 4.6%. اذا فالمعدل النمو المتوقع لمصر واللي حققته مصر هو اعلى من المعدلات المتوقعه عالميا. طبعا احنا علشان نتحدث عن تحسن ملموس على مستوى الافراد وعلى مستوى المواطنين، فلازم نتكلم على مرور بضعه سنين واحنا بنحقق معدلات نمو مرتفعه، ده علشان نكفي الطلب على المنتجات والخدمات اللي بتزيد بشكل سنوي نتيجه زياده عدد المواطنين، وايضا نعوض التدهور اللي حصل في السنين اللي فاتوا بعد ثوره يناير. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. مصلحة السجون تفرج عن 89 من الغارمين والغارمات بمناسبة شهر رمضان المعظم. دايما في مثل هذا التوقيت بنتابع إجراءات مماثلة على مدار السنوات القريبة الماضية، وده بالتأكيد بيضفي بهجة وبييسر على قطاع من المواطنين المصريين. الحقيقة أن ده بيبرز أهمية مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيجسد أيضا لتنامي أطر التكافل الاجتماعي بين المصريين في إطار جهود مستمرة مبذولة تفعيلا لهذه المبادرة للسيد الرئيس السيسي، سجون بلا غارمين أو غارمات، وأيضا تنفيذا لتوجيهات لوزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنفذة لهذه التوجيهات. نتابع مع حضراتكم التقرير التالي ونرجع من جديد. استدانت لعلاج ابنتها فعجزت عن السداد ليحكم عليها بالسجن 25 عاما. تهاني قصة أخرى لغارمة كانت مبادرة رئيس الجمهورية لسجون بلا غارمين أو غارمات طوق نجاة لها وفرصة لتبدأ حياة جديدة بعد سداد الدين من صندوق تحيا مصر، لتخرج بعد شهر ونصف فقط قضتها داخل السجون. أنا معايا بنت عجزة عندها 6 سنين،
كانت عايزه بعمل لها عمليه تطول او طرو تطول في حوض الميه، ما كنتش لاقي حد يديني، فجبت مبلغ وعملت لها العمليه والعمليه عامه ما نجحتش، وبنتي سبتها وحياتي اتدمرت بره. واول حاجه يعني بحمد ربنا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف جنبنا وصندوق تحيا مصر، ونشكر كل رجال الداخليه، نشكر وزاره الداخليه جامد يعني، لان حياتي اتحطمت. انا كنت واخده 25 سنه، ما كنتش متخيله ان اخرج في يوم من الايام، ومحبوسه من يعني بقى لي شهرين، انا ما كنتش متخيله ان انا اخرج في المده دي. شكرا شكرا بجد، هي كانت حياه بنتها مدمره جدا، وحياه الحمد لله بجد والله العظيم. وفعلا ما سابونيش، وعلى طول كانوا بيكلموني واتواصلوا معايا على طول. وكان في اللي هو صاحب الدين وكده ما كانش راضي، وكل ما راح يرفضني ويكرشني وكده، هم وقفوا معايا، وبجد بجد بشكرهم، والشكر والفضل يرجع لربي. مع بداية شهر رمضان المبارك، أفرج قطاع السجون عن 89 من الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية في هذا الصدد، في احتفالية أقامها القطاع بمنطقة سجون ترى. خلالها تلاقى المفرج عنهم مع ذويهم في مشاهد ترسم لوحة إنسانية في أبهى صورها لما يعنيه التكافل الاجتماعي. الناس اللي كانت دايناني اشتكوني أنا وزوجتي، وتحبسنا احنا الاثنين مع بعض، وفضل الله وفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة تحيا مصر، ربنا كرمني ما دخلت السجن، صندوق تحيا مصر وقف جنبي أنا وزوجتي وفك الدنيا اللي عليا. مش عارفة أقول إيه بصراحة، ربنا يخلي كل اللي وقفوا جنبنا يا رب. ما كنت في السجن اللي هم قالوا أخذوا اسم الغارمين، وأنا عطيتهم رقم أخويا وهم تواصلوا معاه، اتلقيتهم بيقولوا لي إحنا خلصنا. حاسس إن بقى في خير، في ناس بتدور على الناس الغلابة. ألف مبروك يا ماما. ماشي يا أبويا. لولا هذه المبادرة المتميزة لسجون بلا غارمين أو غارمات لما اجتمع الزوجان من جديد، أو الأب وابنه، إلا بعد قضاء عقوبة قد تطول، ولما تساقطت الدموع فرحة بالحرية وسداد الدين بجهود تفاوضية من قطاع السجون مع الدائنين وتمويل مالي من تحيا مصر، لينطلق كل هؤلاء إلى مستقبل جديد بعد أن استفادوا من الدرس. أفضل من هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقها رئيس الجمهورية لسجون بلا غارمين أو غارمات، لتضفي الفرحة والبهجة على هذه الوجوه التي أثقلها الدين وبسببه قضوا فترات متباينة في غياهب السجون، وليقضوا أول أيام رمضان وسط الأهل والأصدقاء. عبدالله بركات للتلفزيون المصري. نحن أجزاء مبادرة اجتماعية اقتصادية سياسية وإنسانية في المقام الأول، حنتحدث سريعا للمزيد حول هذا الموضوع، ومعنا دكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع والأمن الفكري. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة ومصر كلها طيبة. أهمية المبادرة دي وازاي تكون فعلا صوت للإنسانية في مصر ورسالة إيجابية جدا، ودلالة أيضا التوقيت مع حلول شهر رمضان المبارك. أولا أنا عايزة بس أهني مصر كلها النهاردة بفتح أنفاق قناة السويس، والنهاردة خبرين بصراحة أصلقوا صدر يعني صدري أنا شخصيا، إن الإفراج عن الغارمين والغارمات وافتتاح أنفاق قناة السويس. يعني النهاردة ليلة رمضان المصريين بيتين فرحانين، ده ليه مدلول ومعنى سياسي واجتماعي واقتصادي وإنساني. بالنسبة للمبادرة بتاعت السيد الرئيس، المبادرة دي طبعا عايزة أقول لك إنها بتشيل وصمة العار عن الناس اللي تدينوا علشان يعني اقترضوا فلوس ما قدروش يسدوها، علشان حد بيعالج ابنه، حد بيعالج بنته، حد بيجوز ابنه، حد بيجوز بنته، حد محتاج أي حاجة. فطبعا دي مبادرة إنسانية بترجع للإنسان المصري قيمته، الإنسان المصري الغلبان اللي بيستلف علشان عيلته. كل إن هو يطلع إفراج ويطلع بكرامه بالطريقه الحلوه دي ليله رمضان، وانه يقضي رمضان مع عيلته ومع اهله ومع ناسه، دي حاجه كبيره جدا عند الله اولا، وحاجه كبيره جدا عند المجتمع المصري، وبالذات اللي يحسها الناس الغلابه. فالمبادره دي مهمه جدا، بس انا بطالب الشعب المصري او بعض الناس القادرين انهم فعلا يعني يتبرعوا لصندوق تحيا مصر، لان بيتعمل بالفلوس دي جماعة حاجات احنا شايفينها بعنينا،
الفلوس دي مش بتروح في مكان بلا هوية، الفلوس دي بتروح علشان تفك كرب الناس، الفلوس دي بتعمل بيها مشاريع. فعايزة أقول لك فعلا النهاردة الرئيس ووزارة الداخلية مشكورة، بقيت الناس فرحانين في بيوتهم مع أهلهم مع ذويهم. تحية للسيد الرئيس، تحية لوزارة الداخلية، مبادرة أكتر من رائعة. ولكن أنا بأطالب المصريين أو الشعب المصري والمجتمع المحيط أو البيئة المحيطة بالغارمين والغريمات اللي خرجوا من السجون النهاردة، أن يرفع عنهم وصمة أن هم كانوا دول مسجونين. لأن يعني الشعب المصري برضو في بعض العادات السلبية أن احنا نقعد نقول فلان كان مسجون، فلانة كانت مسجونة. يا جماعة الناس دي ما كانتش مسجونة الجريمة، الناس دي كانت مسجونة للفقر، مسجونة لقصر ذات اليد. يعني يتم التعامل معهم انهم مواطنين صالحين ويدمجوا في المجتمع المصري من جديد، ياخدوا فرص عملهم. هو طبعا ده. طبعا طبعا هو ده. انا بشكر هو حضرتك، تحياتي لي. جزيل الشكر دكتور عزة فتحي، استاذ علم الاجتماع والامن الفكري، وهي بالتاكيد مبادره محموده ومش نهايه المطاف، هينبني عليها اجراءات وخطوات اخرى من هذا القبيل ما بين الحين والاخر. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، وعندنا النهارده وقفتين حواريتين، في واحده الحقيقه هنقترب من خلالها مع منطقه صناعيه مهمه جدا، مدينه الاثاث في دمياط، مدينه دمياط للاثاث في ثوبها الجديد بعد التطور لحق بها في الفترة القريبة الماضية، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وبالتأكيد لنا أكثر من وقفة معها. أما موضوعنا الأول أيضا فهو وثيق الصلة بالجولة اللي افتتح فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات تنموية في الإسماعيلية وفي وسط سيناء، وحيكون فرصة ذهبية لنظر أكثر قربا لخارطة التنمية في مصر، هتكون أولى وقفتنا الحوارية مع حضراتكم. كونوا معنا.